هي أول أيام شهر رمضان الكريم داخل هذه الورشة لصناعة الحلويات الشرقية المعروفة هنا بزلابية. اشتهرت بها مدينة سيدي الأخضر على مدار السنة، وفي رمضان لها طعم خاص. هي شهر رمضان مطلوبة بزاف، الزلابية في سيدي الأخضر هنايا مطلوبة، يجوا ليها من الغيليزان من الوهران من المستغالي. كاين اللي يشقى على الأرض اللي يشقى من المستغالي ولا من الوهران، العلاج هنا يجي عندنا كي شغل مطلوبة، ونخدموا بكثرة، نخدموا بزاف، نخدموا هنا أكثر من 30 واحد ولا 35 واحد كاملة هنا في سيدي الأخضر. من يوصل شهر رمضان تزيد الطلبية تاعها، زعما حنا نقولوا في الفطار لا نخدموا قنطار، في رمضان نخدموا 5 قناطر 6 قناطر، هذه كمية تاعها تزيد. هي مادة مرطبة تصنع بمزيج من مادة الفرينة والخميرة وبعض المكونات الغذائية تحت درجة حرارة مرتفعة، يصعب على الشخص العادي تحملها. الإنسان اللي بغي يعاود زلابية على روحه وبيخدم بيوكل وليداته، وهذا شهر الرحمة لازمنا نخدمه نستحملوا. هذه تعرض بطريقة جذابة وتعطي رونقا جذاب لواجهة المحلات، حيث لا يستطيع المرء تجنب اقتنائها. عندنا إقبال كبير فيها، وسيدي الأخضر معروف بالزلابية، استدير اللي يدخل سيدي الأخضر يقول لك لازم نزور باش ندي الزلابية يوميا. الزلابية نشريها يوم عاد في برج الساعة فيها السكر ونشريها وناكلها. هي صورة تعلن عن دخول شهر رمضان الكريم، وتعطي له نكهة خاصة بتزيين الشوارع والمحلات، وكذا المائدة بمختلف الأطباق والحلويات.